وقال وزير المالية الإسرائيلي بسلايل سموتريتش إنه ستكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، وكذلك ستكون مسؤولة عن الشؤون المدنية بعد الإطاحة بحركة حماس من الحكم. وأضاف سموتريتش أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع. ويبقى السؤال، هل تسعى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة في ظل هذه التصريحات من الوزراء الإسرائيليين؟ والحديث أكثر عن هذا ينضم إلي الأستاذ يوآف شترن المحلل السياسي، وكذلك دكتور إيدي كوهن المحلل السياسي. أهلا بكما، ودعوني أن أبدأ معك دكتور إيدي. دكتور إيدي، يعني الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تتحدث عن اليوم التالي لهذه الحرب، تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في وقت يدور الحديث في إسرائيل من قبل وزراء كسموتريتش عن حكومة عسكرية، وكذلك رأينا اليوم مشاركة في مؤتمر يدعو إلى تهجير أهالي غزة وربما إعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى القطاع. تعقيبك، كيف يتماشى الموقف الأمريكي مع الموقف الإسرائيلي؟ أول شيء، دائما عندنا خلافات مع الموقف الأمريكي، هذا ليس جديدا، لكن دعيني أحط النقاط على الحروف. مثل ما بيقولوا، ما حدا طلب تهجير. هناك خطة تسموها مخطط، تسموها مخطط لتشجيع. شوفي، قبل الحرب إعادة المستوطنات الإسرائيلية داخل القطاع، يعني تهجير. لا، قبل الحرب 7 أكتوبر في فيديوهات موثقة من مئات الفلسطينيين راحوا على تركيا، من تركيا على اليونان. الآن بدنا نشجعهم يعني، وهذا ليس تهجير. تهجير لو بتاخذي واحد بالقوة، يمكن يعطوه مصاري، يمكن يعطوه فيزا، وهذا مطلب الغزاويين. لكن على كل حال، حطيها على جنب. هناك أحزاب تطالب بإرجاع الكرة هل كانت قبل قبل الانتحار الإسرائيلي. مضبوط. بما أنه حماس تطاولت على إسرائيل وفسخت العهد، و 20 سنة نحن ذقنا المرار من هذه صواريخ حماس، أنا أعتقد أنه يرجعوا هذه الكرة، لازم ترجع كضربة موجعة لحماس وهذه الفصائل الإرهابية. وهذا ما يتم مناقشته. لكن قبل ما أخلص، خلينا نقول أنه للإنصاف، نتنياهو ليس مع هذه الفكرة. نتنياهو يعترض لهذا المخطط بإرجاع الكرة التي أخليناها. لكن في ثمة وزراء ونواب عن جد يعني يريدون عمل هذا المشروع. نعم دكتور إيدي، ابقى معي. أستاذ يوآف، استمعت إلى طرح دكتور إيدي، يقول أنه هذا رد طبيعي على ما جرى بالفعل بعد فسخ العقد مع حماس كما وصفه. وبالفعل هناك من يقول، بإضافة إلى دكتور إيدي، أطراف يمينية تقول أن العودة إلى قطاع غزة وإعادة هذه المستوطنات هي الضمان لعدم تكرار هجمات كالسابع من أكتوبر. كيف تعقب؟ أقول عن هذه النقطة أنه ليس هناك أي داعي وأي حاجة وأي مصلحة إسرائيلية لأن تقوم هذه الحكومة الفاشلة، حكومة 7 أكتوبر، بإعادة المستوطنات إلى قطاع غزة. إسرائيل أخلت المستوطنات من غزة لأسباب مهمة جدا، وإحنا ليس بحاجة إلى إعادة المستوطنات إلى غزة أو إلى سيناء أو إلى الأردن أو إلى لبنان. إحنا بحاجة أن نحدد لنا حدودنا وأن نحميها من أي عدوان محتمل من قبل أي عدو كان. يعني الاتجاه هو ليس الاستيطان في الدول العربية، وإنما عكس ذلك، علينا أن نحمي حدودنا وأن نحترم. ولكن الاستيطان وهذه العودة لا يمكن أن تؤمن الحدود؟
هي تبعد الحدود وتخلق نوع من الحالة التي يعيش فيها الفلسطيني إلى جانب الإسرائيلي بنفس المنطقة، وهذا ليس حماية الحدود وإنما توسيع الحدود إلى داخل الأماكن المكتظة بالسكان الفلسطينيين. إحنا بحاجة إلى فصل، إحنا بحاجة إلى حدود وليس إلى تغييب الحدود، وهذا ما هي معانيه في هذه الحكومة. صحيح أن هناك بعض الجهات في حكومة 7 أكتوبر التي ليست معانية بالاستيطان من جديد، ولكن أغلب القوات التي كانت تتمثل هذا المساء وهذا اليوم في هذه الندوة كانت من الليكود والخارجين والمستوطنين. حكومة 7 أكتوبر على كل مكوناتها، إحنا بحاجة أصلا إلى الإطاحة بهذه الحكومة التي لا تحظى بشعبية وثقة من الجمهور الإسرائيلي. نعم دكتور إيدي، بالفعل يعني هناك غضب كبير على هذه الحكومة، وكما ذكر الأستاذ يؤاف يعني حتى رغم معارضة بنيامين نتنياهو كانت هناك أيضا تمثيل من قبل حزب الليكود في المؤتمر الذي عقد، وربما هذا يدل على هذه الرغبة من قبل الحزب الحاكم. ولكن بالفعل العالم يرى بأن هذه الحكومة هي حكومة خطرة على إسرائيل، على المنطقة، على الشعب الفلسطيني، والعودة إلى غزة يعني يمكن أن يفقد أو أن بعد كل هذا الدعم من قبل العالم لهذه الحكومة والموقف الإسرائيلي، هذه العودة يمكن أن تضر في هذه الصورة وهذه الجهود من قبل الدعم الدولي، أليس كذلك؟ سيدتي العزيزة، أول شيء بتعجب، أنا مصدوم بسمع ضيفك يهودي إسرائيلي يتكلم عن مستوطنات. هذول مش مستوطنات، هذا جنوب إسرائيل، ويتكلم حكومة 7 أكتوبر. يقول لك أستاذ يؤاف بأن قطاع غزة لا تعتبر من الجنوب الإسرائيلي. نحن نتكلم عن بضعة مئات من أمتار من الحدود وكيلومترات من الحدود، كيلومترات بسيطة. ثانيا أنا بقول حكومة 7 أكتوبر يعني بعض الناس أنه يتهم نتنياهو هو الذي قام بالمجازر، هذا غير مسؤول منه، لكن هذا هو أسلوبه. نحن في إسرائيل يعني بيتكلم ضيفك كأنه من قبل كان في وئام ومحبة بيننا وبين الحمسويين، ولو فقط يعني توطين الكرة سيجذب الخطر للشرق الأوسط. نحن أعطيناهم فرصة 19 سنة يعيشوا بأمان، وما فعلوه حفر الأنفاق وقتل اليهود والصواريخ كل 6 أشهر، وبزدروت كل جمعة كان في صواريخ. الآن يجب أن يعاقبوا ويجب أن نحتل جزء من أراضيهم لكي نحمي أنفسنا، لا لأننا نحن منحب الاحتلال مثل ما أنت بتقول، لا نحن لا نريد احتلال، لكن هذا حزام يعني احتلال جزئي كما تقول دكتور إيدي، يعني هذا الاحتلال الجزئي سيؤمن الحدود. حزام أمني نعم، ما نحن بدنا نوعد لشعبنا أنه لن يتكرر سيناريو 7 أكتوبر. يجب أن تكون دبابات، ويجب أن يكون الجنود في المقدمة مش الشعب في المقدمة، وهذا الفشل اللي كان لن يتكرر. الجيش يجب أن يدافع عن الوطن وليس المواطن عن الجيش. يعني هذا الفشل يعني في نهاية المطاف جاء بعد هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، وبعد أن قدم بنيامين نتنياهو وهو من دعم حماس بحسب ما يقول معارضيها في إسرائيل. أستاذ يؤاف تفضل، تريد التعقيب. نعم، أولا قطاع غزة ليس جنوب إسرائيل، وأي استيطان فيها هي بمثابة احتلال واستيطان في أراضي غيرنا. بالنسبة لحكومة 7 أكتوبر يجب أن نذكر جيدا من هو كان الكابتن التيتانيك التي قاد بنا إلى هذه المجزرة،
اسمه بنيامين نتنياهو زعيم الليكود يترأس الليكود منذ السنين، هو من قاد التيتانيك إلى هذه النقطة، وإلى جانبه شركائه في الحكومة التي كانوا اليوم في هذه الندوة المستوطنين سموتريتش وبن غفير وكل من معهم، وأيضا اليهود المتزمتين فاسر زعيم يهدوت التورا كان هناك اليوم، الخردين يعني طبعا الذين لا يخدمون في جيش ولكن هم يفضلون أنه يكون في المقدمة من يسكن في الكيبوتسيم في الكيبوتسات وفي سدرات وأفاكيم، وهم في المدارس الدينية يستمتعون من الموارد الكثيرة التي هذه الحكومة الفاشلة تبعث إليهم. هذه المعادلة تغيرت لأن الشعب في إسرائيل يفهم تماما إنه كابتن تيتانيك يجب أن يعود إلى بيته وأن يحاسب ليس فقط سياسيا. ولكن هل الشعب الإسرائيلي أستاذ يؤاف وبعد هذه الهجمات هجمات السابع من أكتوبر هل برأيك يؤيد إقامة دولة فلسطينية كحل لهذا الصراع؟ لا أعتقد أن هناك نضوج الآن في إسرائيل أو لدى الفلسطينيين للحديث عن هذه النقطة، وأعتقد أنه أولا يجب أن نبدل الحكومة الفاشلة أسوأ حكومة في تاريخ دولة إسرائيل التي قادت بنا إلى هذه المجزرة، هذه الحكومة التي سمحت بتمويل حماس وبناء البنى التحتية لحماس. إحنا بحاجة إلى حكومة ترعى المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد، التي تعرف تماما كيف تحمي المواطنين، التي تعرف كيف أن تقوم بتقوية الجيش بدلا من إضعاف الجيش، وهذا ينطبق أيضا على باقي المؤسسات. إحنا بحاجة إلى انتعاش من حكومة الفشل، أكبر فشل. يعني تقول أنه يجب الإطاحة أولا أستاذ يؤاب في الحكومة قبل أن نتحدث عن الخيارات المطروحة أمامنا لتأمين الحدود مع فيما يتعلق بشريط الفاصل مع قطاع غزة؟ المشكلة أنه رئيس الحكومة لديه مصالح متضاربة متناقضة، فيعني كان يجب علينا أولا أن نقوم بالإطاحة بهذا الفاشل. نعم، ولكن طالما هو موجود، لأنه ليس هناك في الليكود من لديه الشجاعة، فهناك إمكانية أيضا أن نتطرق. أستاذ يؤاف إن سمحت لي تعقيب أخير من دكتور إيدي قبل أن ننهي هذه الفقرة. دكتور إيدي بجملة. أنا يعني بأسف أنه ضيفك يتكلم سياسة وجنودنا يقتلون كل يوم من قبل العدو الحمساوي والإرهابيين، كلامه فقط سياسة. طيب، نحن لسنا نحن في حرب الآن في أيام استثنائية. دكتور إيدي كوهن المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والأستاذ يؤاف شتيرن كذلك المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.